دايما بيقولوا لنا في الاعلام المصري ان مصر هي الشقيقه الكبرى لكل الدول العربيه، وان مصر هي الدوله الاهم والاكبر والاخطر والاكثر اهميه. احنا تاريخنا بيتكلم عننا، كل شارع في شوارعنا، كل كلمه بنحكيها، كل نكته بنقولها، كل كتاب الفه اجدادنا واهالينا، كل جامع وكل طوبه في كل جامع او كنيسه مبنيه من الاف السنين بتقول لك مين هي مصر. شوارع مصر فيها تاريخ وحضاره، كلام أهلها ثقافة وحضارة غنية بتراث كبير جدا محدش يقدر ينكره. لما نيجي نشوف مصر دلوقتي بقت إيه، بتعمل إيه، وصلت الإخوة اللي هي أختهم الكبيرة وصلتهم لفين؟ ما هو أنت لما تبقى كبير ليك الاحترام والهيبة وعليك واجبات لازم تقوم بيها. هل يا ترى مصر ليها تأثير في اللي بيحصل في غزة؟ مصر ليها تأثير في اللي بيحصل وحصل في تونس؟ مصر ليها تأثير وليها دور في اللي بيحصل في اليمن وفي السودان؟ مصر ليها تأثير طبعا. محدش فيكم هيقدر ينسى مشهد الصواريخ اللي كان بيبعتها عبد الفتاح السيسي لبشار الأسد علشان يقصف بيها الثوار السوريين. محدش يقدر ينسى ويتناسى ان اللي بيقولوه النهارده كفخر ان المعبر مفتوح وبيدخل 200 و300 شاحنه في اليوم، ان دي اوامر من جو بايدن، وان دي ارهاصات لاجتياح رفح، وان ده اللي قاله بايدن وامر بيه بايدن وشدد على ان لازم يدخل مساعدات توصل لشمال قطاع غزة قبل ما يكون في أي تحرك في رفح، وفرض وفرض على نتنياهو ما بالك بالسيسي. الكلام ده كله لازم ناخد بالنا منه. إنما لما يطلع لي واحد على رأس البلد ويقول لي أقول إيه لربنا؟ قول إيه لربنا؟ ما أنت قتلت الناس وأعدمت الناس وطلعت عين الشعب، هتقول إيه لربنا عن إيه ولا إيه؟ السيسي لما اتكلم كلام قدام الشعب قال إيه؟ قال نفتح المعبر ونوقف القتل ونساعد أشقائنا في فلسطين، وإحنا مع الفلسطينيين ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد. ولا قال لشولتز المستشار الالماني والله يعني انتوا لو عايزين تخلصوا وتطلعوا الفلسطينيين طلعوهم النقب وخشوا خلصوا على المقاومه وقتلوا الناس وبتاع رجعهم تاني، كانه بيتكلم عن شوله بطاطس يعني. لو عبد الفتاح السيسي اللي بيتحكم لوحده الاراده ان السيسي عادي جدا يدخلهم سيناء ويديهم جزء من سيناء ويعمل اسرائيل اللي هي عايزاه، بس في قيادات في الجيش رافضه ده. وهتقولي هو انت لسه معلق على الجيش؟ هقول لك الجيش زي كل مؤسسه في البلد دي فيها ناس نظيفة، كل مؤسسة في مصر زي كل بيت في مصر زي كل حارة وشارع فيها ناس كويسة، وده أمر كان مرفوض عند المصريين. علشان ما نفضيش غزة قطاع غزة ونديه لإسرائيل وتنتهي القضية الفلسطينية، وما يتقالش إن إحنا بإيدينا اللي ضيعنا الفلسطينيين وفلسطين.